السلام عليكم، مش اخباركم؟ لاباس عليكم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات يا رب. ونبداو فلوغنا اليوم، فيديونا اليوم. كيف ما كتشوفوا انا راني مكبطه وحالتي حاله، راني ما قادرهش تنهضر، والله ما قادره نهضر. عت واحد البرد، واحد البرد مع فمي كان كيضرني مع الفتحات، دونك ما كنقدرش ندير. شوفوا هاد الناس راه كيطلعوا في هاد العقامي يبد فيها، شوفوا انا راجلي كيدفعني مسكين، لان الصراحه واحد العقبات راه اش غنقول لكم، خاصكم العكاك زونيت، خاصكم الركابي صحاح باش تطلعوا. المهم انا كنت طالعه بغيت نديكم شويه للسوق فاتح اولا البازار الاربعاء، وطلعت لكم هذه المره، طلعت من الزنقه ديال الجمله ديال الصبابط وديال السيكان، هما هادو. عرفت كاينين بزاف ديال الزناقي، وداك المره في الفيديوهات السابقين طلعت لكم بلاصه الحوايج وداك الشيء، فقلت علاش لا نوريكم، واخا تعذبنا في هاد الطلعه كتعذب بزاف. قلت نوريكم، ما كاينش زعما ما كاين حتى مشكل، على قبلكم ماشي مشكل. ها انتم كتشوفوا الناس هنا، ها انتم كيبيعوا هادو ديال المصنع نيشان، كيبيعوا لكم الجمله، يعني الجمله الاولى. شوفوا الناس تبارك الله راه كيتقداو بكرو، وممكن توريهم حتى الشكيلات مثلا ديال الصاك ولا شي صباط شي ماركه معروفه، كتوريهم هما كيديروا لكم في حالهم، يعني اللي بغيتو كيديروه لكم. كاينين اللي كيبيعوا بالمفرد او البياسه الوحده، ولكن قلال وكتكون غاليه. المهم هادو راه كلهم كاينين في السلطان احمد لتحت، وانتم طالعين فوق لاليلي راه كتلقاوهم. ها انتم راه كاينين بزاف ديال الاشكال والانواع ديال البانطوفات ديال الصبابط ليبوط، كلشي تبارك الله عندهم موجود. انتم غير امروا وجدوا في ليساتكم، كلشي عندهم موجود. وكاينين كيف ما وريتكم فيديو سابق مكاتب الشحن حتى هما كاينين تمايا، يعني كلشي موجود هنايا. كاينين كيف ما قلت لكم اماكن وحده اخرى فيها ديال الجمله، الا بغيتو نحط لكم عليهم فيديوهات، وكيكونوا شويه ارخص من هنايا، ولكن كاينين حتى هاد السلطان احمد الا بغيتو تعرفوا عليه، يعني تاخذوا فكره هنايا. ها انتم هذه هي الزنقه، ها انتم انا صورتها لكم بالعاني باش تسكرينيوها. ومني كتطلعوا كاين عندكم على اليمين ديالكم كاين هذا ستاربكس، كيف ما كتشوفوا كاينه ستاربكس وحده اخرى، ولكن كاينه هذه اللي مقابله مع هاد جوج ديال السناكات. وعلى اليسار هنايا كاينه هاد البنكه، ها انتم باش تعقلوا. انا كنعيط لكم غير بايديا، حيت عرفت راسي من بعد غنسجل صوت، لانه فريمون ما كنتش قادره نسجل، فريمون والو ما كنتش قادره نسجل. كان فمي مرض ليا بزاف دوك الفتحات، فقال لي الطبيب ما خاصكش يبقى يضربك البرد. كان من بعد عاد غنقول لكم ان شاء الله فيديو توضيحي شنو طرا ليا، عاد غنشرح لكم مزيان. المهم هذه كانت بين قوسين. المهم ها انتم كيف ما كتشوفوا حنا طلعنا للشارع الفوقاني، مبغاش تاخذ ليا سميتو. شوفوا انا كنقول لكم راه شوف عاتي راه واحد يديا جمدو، وانا الحادقه لقيت لي غون ديالي ونسيتهم في واحد المحل. عاد غناخذ ملي غنمشي هنايا للسوق البازار، غناخذ واحد لي غون واحد اخرين ان شاء الله. وهادوك لي غون اللي خديت هما غادي نساهم. الاولاني نسيتهم في البارطمان الاولى اللي كرنا اللي وريتكم في تقسيم جوي، تقسيمو على بيولو. وهادو اللي غنشري دابا من البازار نسيتهم في واحد المحل، جيت كنقلب في واحد شي حاجه وانا نساهم تمايا، ماشي مشكل. وعاد خديت واحد اخرين. المهم هنايا هذه الطريق ديال البازار، هذا هو فين كاين لاليلي. كتبقاو نازلين 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 تحت، كتخرجوا في واحد القنطره فين كاينين الطوبيسات وداك الشيء. ديك القنطره على اليمين كتكونوا طالعين فيها راه لتحت كيكونوا كيبيعوا داك الشيء ديال الدراجات الناريه والدراجات الهوائيه اللي هما البيسيكليطات تمايا اولا البشكليطات. المهم يا اما انا غنوريكم، ها انتم كتشوفوا لتحت، شفتوا فين كاين داك القنطره دايزه تقاطع ديال الشارع. انا غنوريكم هنايا بالديتاي، راه كنت كنعدتكم غير بيديا لانني كيف ما قلت لكم ما قادرش نهضر. هذه هي ديك القنطره، هذه القنطره اللي درتو على اليمين على رجليكم لتحت، تما كيبيعوا البشكليطات بزاف والماطر وداك الشيء ديال الدراري الصغار والكبار. المهم هنا كنا حنا كنطلعوا للبازار كندورو على اليمين، نقطعوا هذه القنطره ونطلعوا على اليمين، كاين داك الجامع اللي كتشوفوه راه هو، وكنطلعوا حتى للراس كاين واحد البارك، صافي كندورو على اليسر. ولكن كتجبدها دونك اليوم ما غاديش نطلعوا من تمايا، بغيت نوريكم طريق اخرى. الا بغيتوا رجعوا للفيديو السابق ديال البازار، غادي نوريكم الطريق منين طلعنا منها داك النهار.
وهنايا قلت نوريكم طريق واحده اخرى باش تشوفوها تاخذوا فكره. الصراحه راجلي اللي قال عليا كنا غنطلعوا هنا على اليمن، ولكن قلنا نمشيو ديريكتومون باش نوريكم طريق واحده اخرى. كتمشيو هنايا نيشان، انا غنوريكم السميه ديال المحطه تمايا ديال الطوبيسات. وقيلا كنظن ساركيجي، ساركيجي ولا المهم انا غادي نعاود نتاكد نشوف السميه. هنا فين كنا كنطلعوا، كنا من اليمن كنطلعوا الفوق نيشان. الصراحه كت واحد الطلعه كتعذب شي شويه، ها نتوما شفتوا منين منعت لكم صبعي. اولا تمشيو هنايا فين غنوريكم دابا، ها نتوما يتبعوا معايا كتبقاو هكا يا اكساراي 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 تنقول لكم اسكاراي اكساراي. هي هادي المحطه ديال الطوبيسات وداكشي اكساراي، كيكونوا الطاكسيات وكلشي، هانتوما غادي نوريها لكم. صافي تمشيو هنايا وطلعوا كاع زناقع اليمن، خلاوها كل الطرق تؤدي الى روما. كاع الطرق كاع الزناقي كيطلعوكم الفوق المحمود الفوزي باشا. ها انتم اكساراي شفتوها ديال المترو، محطه المترو اكساراي. هذا المكان هذا، هذه المنطقه سميتها اكساراي، عقلوا عليها. حيت انا كنحاول ما امكن نتفكر سميه ديال الشوارع كيتنساو ليا، حيتاش بزاف كيسولوني عافاك قلنا سميه الشارع ولا سميه المنطقه ولا هذا، داكشي علاش كنبقى نصور لكم السميات ديال الزناقي ولا الشوارع، وكنحاول ما امكن نوريها لكم، لان ملي كنكون سجل ما كنعقلش على السميه ديال الشوارع والازقه. فكنحاول نصور لكم الطريق، نصور لكم فين انا، ولا نصور لكم شي معلمه ولا يعني شي محل ولا شي اوتيل شي حاجه، وصافي نتوما كتحطوها في جوجل وكتطلع لكم. كيف ما شفتوا حنا طلعنا من الزنقه خرجنا على هذا البارك هذا نيشان، اولا حديقه هي من كنا كنخرجوا عليها من اللي هي من اللي كنا كنطلعوا من ديك الزنقه. وكاين هنا هذا السبيطار هذا على اليسار، وهذا هو شارع فوزي باشا كيف ما كتشوفوا، هو اللي كيديكم نيشان كدوروا على اليسار صافي كتلقاو مسجد الفاتح على اليمين، انا غنوريه لكم. وكتطلعوا ليه هذا البازار كيكون غير يوم الاربعاء هنايا، ونفس البيع هنايا كتقدر تلقاهم في بازارات وحدين اخرين، لان تقريبا نفس البياعه كتلقاهم مشاو لبازارات اخرين. هنا جاني الجوع فقلت غناكل قبل ما ندخل البازار، حيت مشكله لو بغيت ناكل شي حاجه خاصني شي حاجه رطبه. فخدت ناخذ هذه فيها الكفته لداخل، كنبقى عيب شويه بحال القنيه ناكل فيها، ولكن هذه المره جات مزيته بزاف فتقلات عليا ما نقدرش نكملها كاع. المهم غير تقامت بها شويه وصافي، وشربت عصير غير باش ما نبقاش جيعانه وصافي. وها نتوما هنايا كتقطعوا الشانطي، هذا هو مسجد الفاتح، رائع زوين بزاف نتوما غتشوفوه. كاينين هاد الدريجات، كاين هاد الدروج، كاين واحد الدروج وحدين اخرى على اليسار، كاين عاوتاني كذلك على اليمين، يعني كاينين كلشي الطرق تؤدي الى البازار. هنا طلعنا في الدريجه، ملي كتطلعوا في الدروج كتلقاو هذا المسجد اللي اكثر من رائع ديال الفاتح، مسمينو على الفاتح نيت. زوين صراحه، كبير بزاف، وفيه هاد الحدائق هنايا، وفيه لاسباس كبير فين يلعبوا الوليدات، دير لكم كريسيات مغطيين، وحاشاكم كاين حمامات هنايا في الدروج، كتنزلوا في الدروج كتلقاو الحمامات كبار فيهم بلاصه لودو، يعني زوينين ونقيين، يعني عندهم نقي داكشي تبارك الله، واقفين على داكشي زعما. حتى هذا راه دايره لكم عليه فيديو في الفيديوهات السابقه القديمه في القناه. هنا هذا المدخل ديال البازار، كاين هذا كاين، وكاين عاوتاني مدخل اخر على اليمين كيف ما كتشوفوا، انا غادي نوريكم من هنا. ها هو كتمشيو كدروا على اليسار، المهم عنده بزاف ديال المداخل هذا البازار. اكثر حنا كندخلوا من هنايا، غادي تشوفوا هنا في الدخله كاينين كاينين المنازل، كاينين بزاف ديال الحوانات، كاينين العطاره هنايا بزاف. اكثر يا تحسوا براسكم بحال راكم في دمشق ولا في سوريا، سوريا الصغرى. كلشي تقريبا كيهضر بالعربيه هنا، مالي المحلات عرب، يعني ما كتحسوش براسكم صراحه في بلاد غريبه. ومن هذا المنبر هذا هزوا معايا يديكم، ويا ربي نقراو سوره الفاتحه ان شاء الله على المرحومين ضحايا الزلزال سواء تركيا سواء سوريا. يا ربي ترحمهم اجمعين، يا ربي تلطف بهم وتعاونهم، يا ربي ما صبنا لهم جهد، يا ربي وعلى الاقل بالدعاء، يا ربي امين. قراو لهم الفاتحه ان شاء الله. المهم هنا كيف ما قلت لكم دخلنا، غادي ندير لكم غير مقتطفات من البازار،
لان فريمون راه تبارك الله كبير بزاف. هادشي اللي كتشوفوا الملابس راه ماشي مستعملين، لا بالعكس جداد بزاف. هذا كيبيع دوك البوديات زوينين ديال يكون فيهم الشبكه من الكميمات من الصدر، عندهم اشكال والوان وانواع. هنا الكسيوات يعني كل شيء موجود، كاينه زنقه خاصه بالفولارات، زنقه خاصه بالملابس الاطفال، زنقه خاصه بالرجال، زنقه خاصه بالماعن. شوفوا البوديات شحال زوينين في الالوان، زنقه خاصه بالاثواب. المهم انا تعمدت سكت شويه وخليتكم تسمعوا الصوت ديال البازار ولا السوق، وتسمعوا الناس هكذا كيبيعوا ويشريوا. هنا عنده هادشي كلشي كلشي بخمسة ليره، كل حاجه بخمسة ليره. كنت خديت من عنده شحال هادشي العيبات. هنايا الماعن داكشي تخربيق بزاف، الطبيصلات، شحال من حاجه عرفتي. وما كانش عندنا الوقت، فكان خاصنا نرجعوا عند الطبيب في العشيه. دونك درت لكم غير داكشي خفان زربان، وريتكم هكذايا مقتطفات من شويه شويه من حاجه. والصراحه عييت وما شريت والو من هنا، شريت لي غون فقط، لان صافي عييت لراجلي وما كانش فينا ما يهز. وكان تابعنا الدونتيست، ما بغيناش نبقاو متقلين. حمقوني هاد الزربيات شحال زوينين. ان شاء الله الا كتبعوا ثاني ورجعنا وديك الساعه نقدر ناخذ شي حاجه. كان كنت باغيه ناخذ معينات ديال الديكورات، هذوك الديكورات عندهم زوينين ورخاص. كيف كتشوفوا هنا، شوفوا تبارك الله حتى لين واصل هاد السوق هذا، راه مازال متفرع، راه فيه بزاف ديال الزناقي. ما نقدرش نصوره كامل لانني ديجا كيف ما قلت لكم حاطاه لكم في القناه، فبغيت نوريكم غير لقطات منه باش ما يجيش الفيديو طويل. شوفوا هنا المعينات، انا كنشوف المعان والديكورات كنحول، كنظن كاع العيالات بحال. خليوا ليا في التعاليق هنايا. المهم حاولت ما امكن ندير لكم غير هكذا لقطات شويه شويه من الحاجه، لان الصراحه راه خاصو شهر باش يلا نكمل لكم لا فيديو. واللي مهتم ممكن يدخل القناه في الفيديوهات، راه كاين البازار فاتح، كاين هنايا مصوره لكم تقريبا بزاف. وهنا بغيت غير نوريكم فكره باش تاخذوها. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. حاولت نصور لكم الجمله ديال السيكان والصبابط في الازقه ديال السلطان احمد. وجينا هنايا للبازار، قلت علاش لا، والله ما كنت غنصوره لان ديجا عندي في القناه، فقلت علاش لا تاخذوا فكره. وبالنسبه للناس اللي يلاه دخلوا جداد حتى هما ياخذوا فكره، ومن هذا المنبر هذا كنرحب بكم. وما تنساونيش من اللايك باش الفيديو يشوفوه اكبر عدد ممكن من الناس، وشي تعليق زوين في حالكم. وخليتكم على خير في راحة الله. مع السلامة.